السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين وبصحة جيدة، وانتم على استعداد لاستقبال رمضان. الله يدخل عينه عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. كيف كل سنة ضروري كيخصنا ديك التجارب وديك استعدادات رمضان. صراحة كيكون فيها واحد الطقوس ديال الفرحة، وكنكونوا كنتظروا بواحد الشوق، وضروري كيخصنا نفرحوا به. وحنا المغاربة معروفين بالسفوف، ما كاينش الدار اللي ما تدخلش ما تلقاش فيها السفوف في الفطور. فجيت نشارك معكم الطريقه ديالي وغير استعدادات التحضيرات من الطريقه ديما ما كنشاركها معكم. وتبارك الله راه كلشي المغربيه تعرفوا يديروا الزميته كلها وطريقتها. تبارك الله اللي دقتيها كتنسيك في اللي قبل منا. قبل ما ندوز للطريقه ديالي والتحضيرات ديالي تشاركوه معايا، الناس اللي مازال ما شاركوش معايا وكنتمنى تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي دائما. والناس اللي كيتفاعلوا معايا دائما تنقول لهم شكرا بزاف. والناس اللي نضافوا القناه ديالي مؤخرا كنقول لهم مرحبا بكم القناه. انتم كما كتشوفوا درت هنايا كيلو ديال اللوز حمرته، ما درتش بزاف، درت كيلو ديال الكاوكاو حيت حنا ما تاكلهاش كلشي الصراحه، المهم كتبقى غير كتزوق بها الطبله وصافي. هنا جوج كيلو ديال الزنجلان حمرتهم، هادشي كله حمرته. وغادي ندوز باش غنطحنهم كما كتشوفوا، غنطحنهم كاملين. الزنجلان غادي نطحن نصو نصو، غنخليها هكاك حبوب. وغادي نطحن كاوكاو ونطحن اللوز وندوز ديك الساس معاكم ان شاء الله للطريقه.